البريقة، عدن الصغرى كما أطلق عليها الإنجليز في عشرينيات القرن التاسع عشر، إنها المنطقة الوحيدة التي تتقاسم الجبال مع عدن، فجبل شمسان الشامخ هناك جنوبي عدن يقابله في البريقة غرباً جبل إحسان. هنا أكثر من ثغر يبتسم، وسندريلا البحر كما يحلو للبعض تسميتها تحكي روعة مكان في مدينة زاخرة بالكثير من مظاهر الجمال البيئي وعوامل الجذب السياحي. من الغدير إلى كود النمر إلى المناظر إلى الخيسة، تتصل شوارع المدينة وطرقاتها العتيقة لتشكل شرايين حياة، وتلك المنازل المطلة على البحر تؤسس لوجودها في مدينة لا تصدأ ولا يملها الزائرون. حتى القرن التاسع عشر الميلادي لم يتمكن السكان الأصليين للبريقة من تأسيس موطنهم الحالي، حيث كانت الأرض تعود لقبيلة العقربي التي انفصلت عن السلطة العبدلية اللحجية في العام 1770 ميلادية، ليؤسس الشيخ العقارب منطقة مستقلة عاصمتها بئر أحمد. تشير المصادر التاريخية إلى أن مؤسسي منطقة البريقة ينتمون إلى حضرموت من آل السباع والشحاري إلى جانب آل الهنيدي وآل الرشيدي، وهم أول من سكن في البريقة وبحماية من قبيلة العقرب مالكة المكان حينها. من جغرافيا المكان وجمال الطبيعة، تكتسب البريقة أهميتها قديماً وحديثاً، وتحافظ على نشاطها التجاري السياحي. بعد انتقال الميناء من كريتر إلى التواهي، أراد الإنجليز تأمين الجانب الغربي للميناء من ناحية عدن الصغرى، فقرروا إنشاء المصفات، وبالقرب منها أنشأوا محمية عسكرية خوفاً من الأطماع الدولية التي تتواجد بعتادها العسكري على مداخل باب المندب. إنشاء الإنجليز مصفاتاً لتكرير النفط في منطقة البريقة جعل من المنطقة محل نشاط اقتصادي وحركة سكانية وعالمية لم تعهد المستعمرة البريطانية مثلها، ومع مرور الأعوام تنوعت أنماط الحياة في البريقة وتعددت مظاهر العمران، وأصبحت المنطقة الصناعية الأولى في عدن. في منطقة الخيسة الساحلية تستلقي جزيرة بربرية، فتبدو للمتأمل كلوحة بديعة تتشكل ملامح جملها من الرمل والبحر والجبال. ساحل نظيف، المياه نظيفة ونقية، ورمال عبارة عن ساحل واصل متحرك، الرمال بيضاء، يعني اليوم رمل دقي بعد أسبوع عوامل تعرية تلاقي كل حجار متحرك، والناس طيبين متعايشين واخدموا الزائرين من أبناء عدن والمناطق المجاورة بأي حاجة يشتوها، وفي عشاش برضو بعضهم يأجروا.
بربرية جزيرة بيئية بحرية خالية من أي تلوث تأسرك بجمالها، فالبحر فيها غير البحر رغم تشابه المياه، وخليجها محاط بتجويف يحميه من العواصف، وهذا ما جعل من الجزيرة أكثر مناطق البريقة سياحة. وسط البحر تنتصب جزيرة الصليل، وفنارها الذي كان حتى الأمس القريب إشارة ضوئية لمرور البواخر نحو ميناء الزيت الحيوي الواقع قرب جزيرة حبان شمالي بربرية. تتشابه السماء والبحر هنا في الزرقة والجمال، ومن بينها تتراءى مدينة التواهي حيث تشرق الشمس وتغيب رويدا رويدا غربا خلف جبال البريقة.